يا مرحبا فيكم مشاهدينا مشاهدين برنامج السفره. اليوم راح نطبخ لكم طبخه المكبوس الدباغ الدياي. وقبل ان نتكلم في تفاصيل طبخاتنا راح نستقبل ضيفاتنا وبعدين نبتدي نقول لكم الوصفه على السريع. رجعنا لكم مشاهدينا ومع ضيفاتنا ام الجوهره. شلونك؟ تمام الحمد لله بخير. انت سويتي لي في الحلقه الفايته سويتي لي الكشري. كشري. وقلتي لي الكشري صراحه انا اقول لك الكشري رقم واحد. بألف عام. يعني احلى كشري كليته في حياتي. الله يخليك. ولكن قلتي لي انا اول ما جيت البحرين هني سمعت عن الكبسه والمكبوس. ايه. وقلتي لي زوجي دائما قال لي سوي لي المكبوس الدباغي. ايه. فانا اليوم بسوي لك المكبوس الدباغي. ايه. اسرع مكبوس دي ان شاء الله نشوف. المكبوس الدياي دي اسرع طبخه احنا نسويها. ايه اكيد. مشاهدينا راح اعرفكم على مكونات الطبخه. استخدمت طماطتين بسيطه عشان تحفظين طريقه. طماطتين بصلتين مقطعين صغار وحبتين ثوم. وراح استخدم الكزبره والشبنت. وعندي هني حوالي شيله وربع عيش. ونص دياية او فارخه. نقول لك فارخه. فارخه. نعم. ومعجون طماط. ايه. ونبتدي الطبخه ان شاء الله. واحسبي لي الطبخه ايش كثر تاخذ. مش هتاخذ وقت. على طول نحط الزيت. هاي دبوقي. ايه. نحط الزيت وبعدين على طول نحط شنو؟ البصل. البصل. سريع سريع يسمونه الطبخه السريع. كله سريع على السريع. الطبخه السريعه. طبخه الديف السريع. على طول نحط الثوم. هاي طريقة. ونبتدي نحمر تحميرة خفيفة. أو نسوي حق البصل راح نكرمله. بعد ما تحمر شوي عندنا البصل. إيه؟ نرجع حق معلوماتنا عشان المشاهد قال لي أنت وقف ما كملت المعلومة. راح إيه؟ على طول بناخذ الفارخة وبنحط عليها البهارات اللي هو الابزار مخلوط. يعطيك العافيه ام جوهره. دائما تشوف الشيف تلقيه على طول يعرف. يعني انت تروح تشتغل في شيء ثاني لكن هو عارف ايه شنو يبي. فتلقيه هنا ما شاء الله عليها سيدي راحت حمرت البصل وخافت انه يحترق. وراح نضيف عليه كزبره شوي ليمون اسود شوي. راح نحط عليه الملح. ايش بنسوي؟ راح نضيف عليه الطماطم. اسرع طابخه يسمونه المكبوس. مظبوط. مكبوس الدباغ الدياي. وراح نضيف معجون الطماطم فيه. وراح نحركه مع بعض، نزيد المكونات كلها. الريحة مشهية بصراحة. لازم تتعلمين الأكلات البحرينية بشكل عام. أنا بسوي بس يعني معلومة جديدة علي إن أنا أتبل الفراخ قبل ما أحطها. قبل ما تحطيها. شلون؟ خيار عندك؟ إن شاء الله. راح نضيف عليه شوية بهارات مرة ثانية. الكزبرة الناشفة. والليمون الاسود. مهم الليمون الاسود. يعطي طعم. وانا هني ازيد عليها عندي الدقوس البحريني. راح اضيف الدقوس البحريني معاه. وانزل عليه. هاي طريقة الحشيش والشبنت. رشة الملح. اسرع طبخ ولا مو اسرع؟ اكيد. كشري واخذ اربع ساعات. اربع ساعات.
وعندي ماي حار هني. بسم الله الرحمن الرحيم، واضيف الماي بهاي الطريقه على طول. الماي ساخن، الماي ساخن، حطينا الماي وصار يفوح على طول. باقي الليمونتين السود. ايوه راح اجيب لك الليمون وارجع مره ثانيه. المشوس دائما يحتاج حق الليمون الاسود. الليمون الاسود، الليمون الاسود. قلنا نحط اللومي الاسود دائما في الكبسه، اللومي الاسود. تعرفين كم تستغرق الطبخه دي؟ 10 دقائق عشان تسويها بس. بس ان شاء الله. وبعدين تتابعينها لمده وقت كذي معين، يبي لها نص ساعه لين ترأسها. يبي لها 10 دقائق بعد تترأسها. راح نحط العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو انواع الطبخات اللي عندكم اللي كلها بالرز؟ رز بالشعريه، رز باللحمه، رز رز بالبصل، رز بلسان العصفور، رز بلسان العصفور، رز حبه وحبه. شنو بعد حبه حبه ذي الرز؟ يعني رزاي نص نحمرها اوكي، والنص يبقى ابيض ونص اصفر. يعني الرزاي نفسها هنجيب مثلا كوب رز ونحمره في الدهن زين، وبعد كده نحط الرز الابيض يبقى حبه وحبه. والله حبه حبه هاي زين. هل عندكم في رمضان اطباق رئيسيه موجوده؟ الشوربه والسلطه بس. احنا عندنا في تعرفين يعني والمحشي عندنا زين. الطبق الرئيسي والاساسي شنو ذي؟ المحشي، المكرونه، الرز زين، النشويات يعني. يعني على السفره يكون شيء رئيسي موجود على السفره؟ النشويات. النشويات احنا عندنا على السفره تعرفين فريد السريد والمكبوس او الرز عموما، الرز بشكل عام يعني. حبه الرز وعندنا السريد ضروري ضروري هاي شيء رئيسي عندكم. انتم عندكم تقريبا نفس الثريد يسمونها فته ولا شنو هاي؟ شنو فته اللحمه؟ ايه؟ فته لحمه مع خبز هذه مع خبز خبز ورز زين. الرز اساسي يعني. رز وصلصه وخبز. راح نخليه فتره لين ينشف الماي ونرجع. مشاهدين لا تروحون بعيد، راجعين لكم شوي وراجعين لكم ان شاء الله. مشاهدينا رجعنا لكم بعد ما نشف الماي مال المكبوس. شوفوا شو الحركه، بس بسيط، حركه بسيطه ونخليه لين عقلته ينشف شوي ينشف يعني يتبخر شوي ويصير الحب طويل وتصير هاي الامور. راح ندش دردشه خفيفه مع ضيفاتنا من جواهر، نرجع لكم ان شاء الله مره ثانيه على الناشبه. مشاهدينا مشاهدين برنامج السفرة، رجعنا لكم على الدردشة مع ضيفاتنا أم الجواهر. شلون؟ شايف الشيبس سويناها على السريع ولا ما سويناها؟ أكيد على السريع. تيجي زي الكشري؟ مش هتيجي زي الكشري. لا الكشري يبي له شغلة طويلة بس عريضة. بس الطعم والريحة يعني ما شاء الله عليك. الله يسلمك. دائما المشبوس دي لما تسوينه بنكهة البصل مع الدجاج والتحمير داخل الجدر نفسه فتطلع ريحته وايد حلوة. لا ريحته روعة. ترى السر بعد في شغلة ثانية، البهارات. البهارات. لما البهارات دائما مشاهدين احنا نقول البهارات لما تسويها في البيت مثل الجلجلان والسنوت ناخذه من محل نشتري من عنده وناخذه من قصده في البيت. وبعد ما ينشف على الشمس يوم كذي نشوحه بالنار شوي. حمصه. على قولتهم نحمصه. حمصه. فلما تطلع ريحته بس على طول نخلي على جنب لين يبرد ونبتدي نطحنه. ونخليه في علب نقدر نستخدمه طول الوقت. ايوه احلى بكثير من الجاهز. يعني لما تشتري الجاهز مو محمص فهي المشكلة. لا لا خالص. لا والريحه بتاعت البهارات هنا اقوى من بتاعت البهارات برا بصراحه يعني. مشاهدينا راح ننشب لكم المكبوس. شنو شو سميناه؟ دباغي. دباغي خلاص علمناه تقول دباغي. دباغي مكبوس الدباغي. انتظرونا راح ننشب لكم ان شاء الله الحين مكبوس الدباغي.
مشاهدينا برنامج السفرة وصلنا وياكم إلى نهاية حلقاتنا. طبعا قدمنا لكم مشبوس دباغي اللي هو دباغي المشبوس الدياي الدباغي، وعندنا مفاجآتنا الجوهرة. من كثر ما نسأل عن الجوهرة بروح حياتنا. شاكرين لك، يعطيك العافية. الله يخليك. الله يسلمك. جوهرة جوجو، يعطيك العافية جوجو. يلا قولي حق المشاهدين مع السلامة. باي. مشاهدينا ترينا في الحلقة الجاية من برنامجكم برنامج السفرة.